بيكم معانا في حلقه جديده من اميره في المطبخ على سي بي سي سفره. بمناسبه ان المدارس قربت، النهارده عندنا حلقه اطفال لطيفه جدا، حاجات يقدروا ياخدوها في اللانش بوكس معاهم او طبعا ياكلوها في البيت. اول حاجه هنعملها هنعمل كب كيكس من البطاطس والبيض، وهنعمل بعد كده بان كيك من الموز، وهنقدم معاهم كمان الانرجي بار اللي هي البارز اللي احنا بنشتريها من السوبر ماركت دي، هنعملها في البيت بطريقه سهله وسريعه ان شاء الله. اول حاجه هعملها الكب كيكس. للكب كيكس عندي بطاطس مبشوره، بيض، جبنه هنا عندي بارميجان، تقدروا تستبدلوها بالتشادر او الموتزاريلا او اي نوع جبنه انتوا عايزينه، حتى لو الجبنه المثلثات او الجبنه المطبوخه. عندي شويه من البصل المفروم، طماطم، افوكادو، وعندي هنا بيف بيكن او لانشون او بسطرمه او اي برضو نوع من الكولد كاتس انتوا عايزينه، واكيد معايا ملح وفلفل. هنعمل ايه في بوله؟ هحط اول حاجه البيض هنا، هحط عليه الملح والفلفل، ونخلي بالنا انه الملح كميته قد ايه عشان عندي البيف بيكن وعندي الجبنه، فعشان ما يزيدش مني قوي. بعد كده هحط شويه من البطاطس اللي احنا بشرينها، اتاكد بس ان احنا نصفيها من الميه، والميه دي يا جماعه عشان ما تسودش. هنحط البصل، والجبنة، وهسيب الأفوكادو والطماطم للوش. نقلب، عايزة البيض يكون مغلف كله. هنجيب بقى صينيه الكب كيكس، وقدامنا اكتر من حل. ممكن ان احنا نحط الورق ده ونحط جواه، وممكن ان احنا نستبدل الورق ده بالبيف بيكن نفسه، هو اللي احطه كده هنا، مفيش مشكله بقى زي ما انتوا عايزين. اهو كده نحاول نعمله، حتى لو هما يعني مش عريضه، ممكن ان انا اخد كده بالعكس، بالعكس بالعكس كده، واتاكد بس ان انا سايبه مساحه احط فيها الخليط بتاع البيض كده كده. اوكي، عايزه احط من الخليط ده بمعلقه كده. الفرن طبعا شغال، نحط هنا كده. دي افكار لطيفه بدل الساندوتش العادي، بندي كل المكونات بطريقه لطيفه وسهله انها تتحط في اللانش بوكس، ما فيهاش اي صعوبه، وتقدروا ان انتوا تجهزوها من قبلها بيوم كمان، مش لازم الصبح كده. نحط هنا كمان، هنا كده. هنحط بقى على الوش المكونات دي، مش ملزمة يعني، عايزين نحط زيتون، عايزين نحط فلفل ألوان، عايزين نحط اللي احنا عايزينه نحطه، ما فيهوش مشكلة خالص. على الوش هحط شوية من البصل، لو الأولاد ما بيحبوهوش مفيش داعي ان انا احطه، مفيش مشكلة كده. انا اهم حاجة عندي اخدتها اللي هي البيض، بعد كده كله ايه اختياري. هندخل ده الفرن
في نص مدة السوى اللي هي بعد مثلا 5 دقايق 7 دقايق هحط الطماطم على الوش وأدخله تاني الفرن، والأفوكادو هسيبه أحطه فريش في الآخر خالص عشان مش عايزاه يخش الفرن ويستوي. بعد كده عندي وصفة البانكيك، والبانكيك النهاردة هنعملها بالموز عشان طبعا نديها طعم ونديها غذاء. لمقادير البانكيك عندي طبعا المقادير هتنزل لكم على الشاشة بالظبط، بس أنا عندي دقيق، عندي بيكنج باودر، عندي زبدة، وعندي لبن وبيض وكمان موز. دول هيتحطوا جوه الخليط نفسه، وبعد كده وعسل ابيض. بعد كده عندي للتقديم اكتر من حاجه، ممكن فاكهه، ممكن طبعا موز تاني، عندي هنا ماربل سيرب، عندي عسل ابيض، وعندي مارشميلو. هنحاول نعمل شكل كده بالبانكيك بس يعني مش اساسي. طيب تعالوا بقى نبدا الاول هنا في الخليط بتاع البانكيك. اول حاجه هحطها البيض هنا كده، انا هحط مع البيض رشه خفيفه جدا من القرفه طعم، وكمان عشان الزفاره، ونقدر نحط فانيليا زي ما انتوا عايزين، حاجه بسيطه قوي كده يعني مش ملحوظه حتى، بس هتفرق في الطعم برضو كده. وبعد كده اللبن، محتاجة أتأكد إن الزبدة هنا لينة، ممكن بس إيه، أنا الطاسة عندي هنا سخنة، أنا محتاجة 3 معالق، مش عايزة أسيحها يعني جامد، بس عشان تخش جوه الخليط بسهولة. بيكنج باودر والعسل الابيض كده، بعد كده الدقيق طبعا برضو زيه زي اي عجين، انا هحط دقيق واحده واحده واقلب واشوف محتاجه ان انا الكميه كلها، محتاجه ازود، محتاجه اقلل حسب ما هلاقي، حسب ما هلاقي الخليط بتاعي مظبوط ولا لا. اهم حاجه انه يكون سهل ان انا اشكله، اتخن من الكريب اكيد وسهل التشكيل، ومش هحكم عليه دلوقتي غير لما احط الموز كده. الزبده تمام، بس تبقى لينه اقدر ان انا اخلطها مع الخليط بسهوله، وممكن جدا على فكره الخليط ده يتعمل في الخلاط، ما يقولش لا خالص، اسهل لكم يعني، لو اسهل لكم اسرع لكم مفيش مشكله كده. ناخد بقى الموز بتاعنا تاني وتالت ومليون الوصفات دي مع الموز اللي خلاص انتهى وبقى بني، احلى كتير، اولا لان مفيش حد بياكله، ثانيا لانه بيبقى سهل جدا ان انا اهرسه وادخله في الوصفات دي، ثالثا لانه بيبقى فايدته اعلى. انا هنا مش ههرس، عايزاه قطع، لكن لو مثلا الاولاد، مع ان يعني صعب الاولاد ما يحبوش الموز، لكن لو الاولاد ما بيحبوش الموز ههرسه عشان ما يبقاش باين، لكن انا هنا هسيبه صحيح يعني قطع كده مش مهروس كده. اوكي، ناخد ده بقى كله نحطه في الخليط، نستغنى بقى عن الويسك خلاص، نحط الموز هنا بأي معلقة أو السكوب بتاعت الآيس كريم أو أي حاجة، هناخد على الزبدة اللي هنا دي، ممكن نحط حتة زبدة كمان. ناخد ،
درجة الحرارة عايزاها متوسطة، مش عالية قوي ومش قليلة قوي، عشان مش عايزاه يتحرق ويستوي من الاتجاهين. نقلب بقى الموز جوه البانكيك كده، والخليط كده مناسب جدا. مش عارفة انتوا ان شاء الله تكونوا شايفين القوام بتاعه، شايفينه اهو، اوكي زي الكيك كده، نفس قوام الكيك شوية. وبعدين ابتدي اخد من هنا احط، عايزين بقى الاحجام اللي انتوا عايزينها، ممكن صغير خالص وممكن كبير، هحط على بعضه كده بحيث انها تبقى مدورة على قد ما اقدر، واظبط كده بس كده، واسيبها بقى ايه تستوي على مهلها. اول ما تبتدي تعمل فقاقيع هنا كده هعرف ان الجنب الاولاني استوى، هقلب على الجنب التاني واسيبه برضو يستوي في الزبدة على نار هادية. تعالوا بقى لحد ما هي تاخد الوش الاولاني، نطلع فاصل ونرجع، استنونا. بعد الفاصل احنا طلعنا البانكيك الاولانيه الكبيره اللي عملناها مع بعض قبل الفاصل، وده شكلها، عايزه اوريكم من الناحيتين، ده اللون عشان نتاكد ان هي مستويه. وهنعمل مع بعض دلوقتي كذا واحده كده صغيرين بقى، حجم اصغر من ده، نعمل كده اهو. نقدر يا جماعه بدل الموز نحط اي نوع فاكهه احنا بنحبه او اولادنا بيحبوه، تفاح، كمثرى، خوخ، يعني دي كلها حاجات هتبقى لطيفه جدا في الوصفة دي، ما فيهاش مشكلة. فاستخدموا الحاجات اللي موجودة في البيت او الحاجات اللي انتوا بتحبوها. هنعمل كده ونسيبها لحد ما، ونتأكد طبعا ان احنا بنطلع موز معانا، لحد ما تاخد سواها، ونكمل بقى بقية المقدار بنفس الطريقة. الخليط ده بيتشال في الثلاجة لمدة من 3 لـ4 أيام، ما يجرالوش اي حاجة، بس نقفله كويس في حاجة محكمة، ونعمل منه كل يوم على العشاء أو على الفطار للولاد الصبح، أو زي ما قلت لكم في اللانش بوكس للمدرسة. فده بيبقى أفكار لطيفة جدا، وبتسهل طبعا أن الخليط يبقى جاهز عند الأم على السوى على طول، يعني بيوفر أن احنا نكسل نعملهم كده. تمام، نقلب بقى كده ونسيبها تاخد سواها على الناحية التانية. عايزة اطلع اللي في الفرن اللي انا عملته بس في الفاصل وانتوا مش معايا، انه انا في نص مدة السوا زي ما اتفقنا حطيت بس طماطم على الوش، ما عملتش اي حاجة تانية، وممكن جدا تحطوها برضو لما تطلع خالص، مش مشكلة. دلوقتي هنحط لها على الوش افوكادو، كل واحده كده تاخد سلايز افوكادو. مش عايزه اقول لكم ريحتها عامله ازاي، ريحتها حلوه جدا كده. وزي ما قلت لكم بقى، احنا ادينا لكم الفكره، المكونات براحتكم، نغير نوع الجبنه او كل مره نعملها بحاجه، نحط زيتون، نحط فلفل الوان، نحط باسترما، نحط اللي احنا عايزينه المتوفر عندنا واللي احنا بنحبه، بس هي دي الفكرة بتاعة الوصف. هديها بقى شوية جبنة كده وهي لسه سخنة هنا كده، ونشوف تاني البانكيك بتاعنا. ايه الاخبار هنا؟ كل ما اول وش يمسك كل ما طبعا يبقى سهل ان انا اقلبه. تمام قوي، هايل. طيب الوصفه اللي بعد كده لحد ما دول ياخدوا الوش الثاني، عندي الانرجي بارز او البارز بتاعت الطاقه، لوز، زبيب، كاجو، سمسم، ده بالنسبه للمكسرات. عندي كمان عسل ابيض، زبدة فول سوداني، فانيليا، ولبن مكثف محلى. عندي شوفان
وعندي رز رايس كريسبس اللي احنا بنستخدمها مع بعض دايما، اللي هي عامله زي كورن فليكس وبتتباع في السوبر ماركت مع كورن فليكس، وفي منها بالشوكولاته كمان على فكره. عندي هنا مشمش مجفف وقراصيه وتمر، كله متقطع صغير خالص زي ما انتم شايفين كده. انا بس هشيل دول بقى عشان ما بقاش مشغوله بيهم. هطفي النار. ده كله يا جماعه على البارد ومش هيخش الفرن ولا اي حاجه، هيتحط كل المكونات مع بعضها وعلى البارد كده اهو. عايزين تستخدموهم زي ما هم كده اوكي، عايزين تدوهم ضربه في الخلاط يبقوا يعني اصغر في الحجم مفيش مشكله. شوفان، ودي فرصه كويسه ان احنا نستخدم الشوفان رايس كريسبس. كل المكونات الجافة الأول، المشمش، قراصية، تمر. بنحاول يعني كل ما ننزل مكون نتأكد إن هو متوزع كويس في الخليط عشان ما يبقاش إيه موجود في حتة وحتة لأ. فانيليا. بعد كده هنبتدي بقى المكونات اللي هتدي طبعا فايده وهتمسك المقدار ده مع بعضه، لان زي ما قلت لكم احنا مش هندخل الفرن. فانا هنزل هنا زبده الفول السوداني، واحاول طبعا يعني مش اسهل حاجه بس هحاول ان انا اوزعها فيها كلها على قد ما اقدر كده اوكي. وبعدين انزل العسل الابيض، وممكن جدا نص مقدار عسل ابيض ونص مقدار عسل اسود، برضو هيدي طعم ولون وفايده. ونوزع تاني. ممكن جدا بقى عشان برضو ابقى امينه معاكم في الموضوع، احنا دايما بنحب نعمل الوصفه بطريقتها السهله السريعه، لكن مفيش مانع ان انتوا تعرفوا برضو الطريقه الثانيه. بعد ما نعمل كل ده ممكن بنفرد المزيج ده في صينيه، بس اهم حاجه احط ورق زبده عشان ما يلزقش معايا، وافرده كويس جدا وادخله الفرن لمده 10 دقائق بالكتير. اطلعه قبل ما يهدى خالص ويمسك جامد بقطعه بارز ويبقى جاهز. احنا هنعمله بالطريقة السريعة اللي هي ان احنا هننزل هنا اللبن المكثف المحلى ده كده كده تمام، ومش محتاجة اي حاجة تانية. وبعدين في ال الصينية بتاعت الكب كيكس هناخد الخليط اللي احنا عملناه ده. اتأكد الأول انه كله، بص هو قفش في بعضه ازاي، خلاص كل المكونات مسكت في بعض. هبتدي اخد مقدار منه وهحطه هنا، والحجم طبعا زي ما انتم عايزين تستخدموا الحجم ده، تستخدموا الحجم الاصغر منه الاكبر براحتكم. ونبتدي نعمل كده ونضغط عليه، وده هيخش التلاجة يا جماعة. خلاص شكرا، يبقى احنا عندنا حاجة حلوة جدا الولاد تاخدها معاها المدرسة بدل الحاجات اللي احنا غير مرغوب فيها وبياكلوها. هتديهم طبعا طاقة فظيعة، تركيز وفايدة بدل ما يضيعوا وبتبقى حاجه مسكره، يعني بدل ما يضيعوا السناك بتاعتهم في حاجه مش مفيده وبتبقى مسكره، يعني ايه مش محتاجين اكتر من كده في المدرسه. نعمل كده ونملاهم كلهم وهدخلها الثلاجه، يعني خلاص هتمسك مع بعض. ونطلع واحده واحده بقى كده ايه، نديها لهم كل يوم واحده
نعمل يعني كمية محترمة وكل يوم نديهم واحدة. كده أنا عندي الوصفة دي خلاص. تعالوا بقى نشوف هنقدم البانكيك إزاي. فكرة برضو بسيطة بس مختلفة ولطيفة عشان نحبب الولاد في الأكل. إزاي بقى؟ هجيب طبق هحط عليه البانكيك الكبيرة اللي احنا عملناها أول واحدة، هنا هاخد الكبيرة هنا كده، هحط من المارشميلو ده نقسمها كده بس اتنين لأنها كبيرة، نحط هنا كده، وهنحط من التوت ده هنا، نقي واحدة تكون حمراء هنا كده. احنا عملنا ايه؟ العينين والمناخير وادي السنين بتاعته. من الشمامة دي هاخد اتنين سلايس رفيعين خالص، عشان اعمل لها الودان بتاعتها. دلوقتي يا جماعة في اللانش بوكسز اللي بتتباع زي الطبق ومعها الشوكة والسكينة، يعني نقدر نعمل ده ونديهوله في المدرسة كده. هنا ياخد هنا من العسل كده. هديكوا برضو طريقة للتقديم تانية غير دي. ننزل كده شويه من العسل خفاف. طريقه بقى التقديم التقليديه، يعني لو انتوا هتحبوا تقدموها للفطار او في البيت عادي، هنحط البانكيكس بتاعتنا هنا كده، هنحط مكعب من الزبده وهنرش عليهم الماربل سيرب كده، او العسل الابيض او العسل الاسود زي ما انتوا عايزين. دي طريقه التقديم التقليديه بتاعتنا. عملنا ايه بقى النهارده مع بعض؟ عملنا البانكيك اللي بالموز، وعملنا الانرجي بارز، وعملنا كمان الكب كيكس اللي بال بيض والبطاطس. أتمنى تجربوا كل الوصفات وتعجبكم. أشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله من أميرة في المطبخ. استنونا.